مهاجمة عناصر حوثية مقابل الحدود السعودية كما تشاهدون. مجموعة من العناصر تحمل بعض الأسلحة والألغام على الظهر، تقوم بالانتشار واستغلال الغطاء النباتي متابعة من منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. تنسيق مستمر ما بين المنظومات الاستخبارية والطائرات المقاتلة في تتبع العناصر الإرهابية ومهاجمتها قبل الوصول إلى الحدود السعودية. عملية الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، عملية التدمير. تشاهدون مهاجمة عناصر مسلحة من الميليشيات الحوثية والمدعومة من الإيران مقابل الحدود السعودية. عملية الرصد، المراقبة، تحديد الأهداف، عملية التدمير.